الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمامهم ونبيهم وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس اليوم كما رأيتم كما شاهدتم هو رد شبهة أو شبه يتذرع بها المنكرون لجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو للاحتفال به كما يعبر عنه بعض الناس، وأنا لا أعبر بذلك. أنا أعبر بأن هذا الشهر كله أعياد، أيامه كلها أعياد. أيام شهر ربيع الأول البادي سر الوجود به أيام أعياد، أيام أعياد إسلام ذووه بها سروا كما سيء ذو زيغ وإلحاد. ولكن كما قلت لكم ماضيا، والمعنى أن الناس يفرحون بنعمة ويتصدقون ويمدحون سيد الأنام ويذكرون مولد الختام وبعثه وهجرته وما جرى له وصورته الشريفة وشمائله الكريمة إلى غير ذلك، ويجعلون الحفل في النوادي باللبس والذبح بلا فساد، والاختلاط المرء والمرأة أو سماع الأغاني الموسيقية أو تبرج، فإن ذا من البدع فإنه محرم كغيره من الأعياد. فصل إلى ما ذكره العالم العلامة حفظه الله تعالى ورعاه محمد الحسن بن الخديم، قال: كيف تنكرون هذا؟ تبا لقوم سفهاء أحلام، لم ترضى ما ارتضى ذو الإسلام، لم ينكروا من محدث الأعياد شيئا سوى مولد طه العادي، عيدا سوى مولد طه الهادي. ما إن تعرضوا لعيد الشجرة أو عيد الاستغلال أو عيد المرأة. وقد ذكرت لكم ماضيا لماذا تحترمون السنة الهجرية ومن هو صاحب الهجرة، وهل السنة الهجرية بدأت من محرم؟ لا ورب الكعبة، إنما بدأت من ربيع الأول، ولكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اضطر لأمر أجاب عنه العلامة الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين رحمه الله تعالى، أحد شهابذة طلاب المرابط الحاج الجكني محمد يحيى بن الشيخ الحسين، أجاب جوابا نافعا وقال: لأن الإعلام في ذلك الوقت سرعته لم تصل الناس بالوقت المناسب، فاختار عمر أن يقول لهم: السنة الهجرية تبدأ من الحرم من المحرم حتى ينشر ذلك الحجاج إلى سائر المعمورات، وإلا فهو ترخص فأخذ السنة قبل بدئها. فالهجرة بدأت بربيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وهاجر في ربيع الأول ووصل المدينة في ربيع الأول وانتقل إلى الرفيق الأعلى في ربيع الأول. إذن من يحترم السنة الهجرية ويبارك للناس فيها كيف لا يحترم صاحب الهجرة؟ هذا يقال له: أعوذ بالله السميع العليم، الحرمان طبس البصيرة. هناك شبه يتذرع بها المنكرون، ولكن كما قال محمد باب: أنا أريد أن أرحمهم وأدعو الله تعالى لهم بالهداية، والمنكرون ينبغي أن يرحموا لما من الخير الكثير حرموا. العلماء يقولون: لا يكون حظك من العلم إنكارا، لا يكون حظك من العلم إنكارا، فمن هو مثلي إذا سمع بمسألة لا بد أن يكون أحد أمرين، أن يوجد أحد أمرين، كان هنا بمعنى الوجود، أن يوجد أحد أمرين: إما أن يكون عالما فجهله بما مضى عليه الأقدمون من 10 قرون قبيح به، وأقبح من ذلك أن يعارض، وإما أن يكون جاهلا فعليه أن يسأل أهل الذكر. والكل بالنسبة للواقع عوام، فمن هو مثل شيخ المرابط الحاج رحمه الله تعالى وكبا. وإن إذا قلت المرابط الحاج فقد انتهت الدنيا كلها عندي، ما بقي بعد ذلك إلا أن أذكر الخلفاء الراشدين والصحابة، أحد غير ذلك لا أريد أن أتكلم عنه. غير الصحابة والسلف الصالح بالتابعين وتابعهم، بعد ذلك أصل
الكون كله في مقابل مرابط الحاج. فمن كان مثل المرابط الحاج ويريد أن يكون متصدرا للفتوى في هذه الفتوى في هذه الأيام ويعارض ما عليه الأقدمون فإنه ضال مضل، ضال مضل، خرق الإجماع وحاد عن الصواب، وعليه أن يتقي الله تعالى ويرجع. لكن السبب في ذلك كما قلت لكم ماضيا هو عدم السير على منهج الأقدمين، وهو عدم معرفة الإنسان مقامه، وهو عدم معرفة الإنسان ما بذل الأقدمون وما أوضحوا وما تواترت عليه الأمة الإسلامية، فلذلك يصبح في ظلام. ولذلك ينقلون رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انصحت، ولكن على كل حال معناها صحيح، لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف، لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف. فما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها. قبل تقريبا ما يناهز 23 سنة خرجت من مدرسة المرابط الحاج، لا أقول تخرجت لأني لست عالما أولا، خرجت للأسف لحالي ولما أنا فيه، فودعني شيخي حفظه الله تعالى المرابط حدامين، وهو التلميذ الثاني بعد مرابط الحاج في محضرته، فهو أنا أسميه أبا بكر الصديق بسمة النبي صلى الله عليه وسلم على المرابط الحاج، فقد رافقه طيلة حياته ولم يستفيد أحد منه أكثر مما استفاد منه، فجزاه الله عنا وعن محضرة المرابط الحاج خير الجزاء. قال لي فلان هل تعتقد أن فلانا عالم؟ قلت هكذا يذكر الناس، يعني لا ما عندي به خبرة، وفلان وفلان. قال لي هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء في موريتانيا معروفون بالصيت وبالفتوى عنهم والناس كلهم يسمع عنهم. قال لي يا فلان ما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها. ثم أنشد بيت أبيات أبي حيان، تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. ثم قال لي ما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها. ومن ذلك اليوم أحلب ثمرات هذه الكلمة، كل ما تلقيت بجماعة من المعمورة الأرضية، ومعلوم أن أمريكا الآن هي أم الدنيا كما يقول عن مصر من قبل، فما من طائفة من المسلمين إلا ومثلها هنا ممثلون، ما تجد أي طائفة من المسلمين إلا ولها ممثلون هنا، وما بقي جمع من المسلمين إلا وقابلته، وكل ما أقابلهم أتذكر قولته ما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها. عالم، شيخ، علامة، المفتي. ولكن كما قال محمد بابا حفظه الله تعالى، والملح للسكر لن ينقلب إن اسم سكر عليه كتب، ولن يغير النحاس من ذهب، نحاسه يقول للناس ذهب. من قال إن النحاس ذهب أو إن القزدير ذهب أو إن الحديد ذهب، فعندما يأتي إلى النقاد سينتقد ذلك، يقول هذا نحاس، هذا مموه. وكما قال محمد الحسن الخديم، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. إذن هذه المصيبة المسلمين الآن، أن كل من دب وهب يقول في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ الأقدمين، وذلك من شدة جهله. ولو عرف مقامه لأخذ بما أخذ به مشايخنا، شيخنا المرابط الحاج وابناء ميابة والمرابط أحمد بن أحمد زيدان ومحمد أحمد مولود بن أحمد فال وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وهذا الجيل بعد جيلا أخذوا طريق الأقدمين، كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال الذي يقول فيه بعض العلماء: لم يكن محمد مولود ولي صدق فالولي مفقود، يقول نحن على سبيل الأولين فما كفى أولنا يكفينا. ويقول هذا كلام أمناء الرسل وراثهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأول، فليقبل الناقيد أو لا يقبل. فحق من هو مثل مشايخي، أما أنا فدعني مني، من هو مثل مشايخي عليه أن يأخذ مسلك الأقدمين ويذكر ما قاله الدسوقي وما قاله المغني وما قاله الحطاب إن كان مالكيا والبناني والراهوني وشراح خليل، وإن كان شافعيا فعليه أن يذكر ما رجحه الإمام النووي وما رجحه الرملي وما رجحه المتأخر منه، وإن كان حنفيا فعليه أن يأخذ بالهداية وما في نور الإضاح وما في، وإن كان حنبليا فعليه أن يرجع إلى ابن الجوزي
وإلى أمثالهم من العلماء، وإلى اتق الله تعالى وليأتي البيوت من أبوابها، هذا هو الحق. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل. والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار والأنجاد، آخر المراقي لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. وقد تكلمنا على هذا ماضيا فلا نطيل الكلام به. المهم هذه دائما أي فلتة تقع مني عند ابتداء الدروس لما أتأذى به من كلام الحاضرين الآن وتجرؤهم على الفتوى، كما قالوا إجراؤكم على النار إجراؤكم على الفتوى الفتياء. يعني اتقوا الله تعالى، أنتم لستم في العير ولا في النفير، اتقوا الله تعالى. إن كنتم أمناء وإن كنتم صالحين وإن كنتم أتقياء فقولوا ما قال العلماء قبلكم واسكتوا، وإن كنتم مجرمين أو تتلونون أو سياسيون فكونوا مثل ما قال الرجل الماضي لا أريد أن أعينه في موريتانيا، كان يذم يعني الحكم الحاكم ويقول فلان وفلان، والآن يعني إنما هو فساد بعد فساد. بعد ذلك قدمه الرئيس الماضي معاوية ولا الطايع، معاوية بن الطايع في موريتانيا، وجعله لا أعرف هو وزيرا أو مستشارا. فإذا هو بعد ذلك بعد كلام ذلك بأسبوع أسبوعين في وفد فيه ديمي بنت أب المغنية المشهورة عفى الله تعالى عنها، هي وهو ما بينهما إلا شبر، إن لم يكن يمس منكبها فما بينهما إلا شبر تغني. هذا أمس في يوم في كلام واليوم في كلام، هذا لا ينبغي للمتقين. العلماء أمناء ما لم يخالطوا السلاطين، العلماء أمناء ما لم يعطوا آذانهم للأغنياء، العلماء أمناء ما لم تغرهم الدنيا، ما لم تغرهم الدنيا، ما لم تغرهم الدنيا. يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر. يجب على المفتي أو المعلم أن ينظر إلى الدنيا وزخارفها أنها لا تغر إلا الغافل، وأنها كما قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وأن ينظر إليها بقول الله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يجب على المفتي، يندب للمفتي، وهذا بمعنى يجب، يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام، إلى حطام الدنيا جاعل الرضا الوطر، جاعلا رضا الله تعالى الوطر. لله أخلص في العلوم تغفري بنيل خذل في المقام أكبر، فطالب لعلمه غير مكر به وعرف جنة الله حضر. فمن يريد العلم للشهادات وليقال فلان وليماري السفهاء فلن يشم رائحة الجنة. من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي ابتغى، ومن به نجى المباهات سلك وغن نفسه على خير هلك. وذم من ودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، وقد تجاوز بعض الأبيات للضرورات. فطالب لغيره علما مكر به وعرف جنة لا يحضر، وإن عرفها ليوجد من مسافة 500 عام. إذن هذه الشبهة التي تضعونها أمام العوام الآن وتغيرون بها هممهم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لهم هذه إنشادات يقع بها أن النور النبوي هو الأول، وأنه انشقت منه الأنوار، وهناك توسلات واستغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا متى توفي اللمطي صاحب قرة الأبصار التي ألفها في المسجد النبوي، كما قال في غرة الشهر ربيع الأول ختمها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها. ولا أعتقد أن الأمر الآن أحسن من ذلك الوقت، من قبل 500 عام تعتقدون أن الأمر أحسن الآن؟ كلا. ماذا قال؟ يا رحمة للعالمين إنني بك استغثت، ما قال توسلت، بك استغثت للذي أهمني، في آخر قرة الأبصار. وسلم ذلك الشرح وقبلها من شارح من المغرب ومن شناقطة ومن غيرهم، وكم مرت عليهم من علماء الأمة ويقرأ ويدرسونها لأطفالهم وشبابهم. هل تدرس الأمة كفرا؟ هذا كلام باطل. أما التوسلات بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعني منها، هذا كلام مجمع عليه لم ينكره إلا أبو ابن تيمية عفى الله عنه، وأقواله مردودة خالف الإجماع وخرقه وحاد عن الصواب فعفى الله عنه، فلا نريد أن نطيل الكلام عليه.
تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسيطهر منها ألسنتنا، تلك ضلالات طهر الله منها ألسنتنا وأقلامنا وتلالة الأمة الإسلامية كالإمام السبكي والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم من علماء غيرهم من علماء الأمة، فلا نحتاج إلى الرد عليها. مهم، ويقولون إن النور النبوي، أنا أقول لكم يا منصفون، إذا أنتم تتكلمون وتعطون للمقامات حقها وتتركون القوس لصانعها وتتركون السهم لبارها، أأنتم أولى أم الإمام السبكي؟ أأنتم أولى أم الإمام الجزولي؟ أأنتم أولى أم الإمام البصري الذي يقول وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكم تلقى بردة البصيري شرحا قراءة من العدول من كل بازل من الفحول، هل تقرأ الأمة قولا منكرا بل يتبركون يا من أنكر. وحتى جعل البردة بعض العلماء والعارفين جعلوها يعني أبياتها يعني رقية من كل مرض، فيجعلون هكذا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي، تلك الأبيات يجعلونها رقية من هذا، ويجعلون مثلا وقاية الله أغنت عن مضاعفة من العلوم من مضاعفة من الدروع وعن عالم من اللطم للوقاية مما يخافه الإنسان، ويجعلون ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم وقاية من مرض آخر. ولذلك تلقيت من عمتي رحمها الله تعالى فاطمة بنت باخ شقيقة أبي وامرأة صالحة ولية، عندما سألت عنها المرابطة أحمد فال في السنة الماضية قال هذه المرأة كل من طلعت قانت يعلم صلاحها وشهرتها في الصلاح. قالت لي كان أبي باه رحمه الله تعالى يسميها البرأة يعني البردة. الناس تنقلت هاجيلا، ومن هو البصيري؟ البصيري هو في بدايات القرن السادس سنة 550 أو سنة 60 لا أتذكر الآن، مهم إن مضت عليه تقريبا 10 قرون، 10 قرون انسبوا لمن هو قريب من معاصر الإمام الغزالي، مضت عليه 1000 سنة أو 900 سنة وبضعا أقل احتمال لا أتذكر الآن. انظروا هل هو في أوائل السادس أو هو في نهاية السادس لا أتذكر الآن. وقد ذكر الإمام سليمان الجمل صاحب الفتوحات الإلهية وهو معتمد شيخنا المرابط الحاج في التفسير، يعني حاشية الجلالين السيوطي والمحلي في التفسير، قد ذكر ترجمته فقال العارف بالله تعالى العالم ووصفه بأوصاف في غاية الروعة، وقد شرح همزيته وقد سلم بردته الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام السيوطي والباجوري من الأئمة المالكية والإمام الصاوي من المفسرين المالكية ومن غيرهم والقاري الحنفي فله شرح عليها، والكل الشروح تحت يدي الآن ولله الحمد. هل تقرأ الأمة قولا منكرا؟ هل يقرون قولا منكرا؟ هل يتبركون بقول كفر؟ هيهات ما أبعدها من الصواب. هل الأسود كالأرانب الذئاب؟ هذا كلام باطل. وهذا ابن مشيش الذي جعله سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم صاحب مراقي الأصول، هذا شيخكم جميع من ينسب إلى السلفية وجميع من ينسب إلى أهل الأصول وجميع من ينسب إلى أهل الحديث، هذا شيخكم في الأصول، فالمراقي تدرسونه في المعمورة الأرضية وتدرسون طلعة الأنوار في المعمورة الأرضية. هذا هو الذي يقول ابن مشيش يكتب فيه، وخصصه من 40 السادة، منهم سيدي عبد القادر بن جيلاني ومنهم الفضيل بن عياض ومنهم ابن بشيش المدهون في شمال المغرب وزرناه والحمد لله، يقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي انشقت من نوره الأنوار. هذا من سينكر هذا؟ هل سي عبد الله بن حاج إبراهيم يخصص وليا من خاص الأولياء ويكتب به كتابه ومناقبه كافر مضل؟ وهل الأمة ترتب وتشرح أقوال البصيري ضلالات ومهانات؟ وهذا الإمام هذا البصيري، وكم تلقى بردة البصيري من شرح قراءة من العدول من كل بازل من الفحول من المذاهب الأربعة، لا أستهني منها واحد إلا وشرحها حتى بلغت شروحها أكثر من 50 شارح من متنوع العلماء. وهذا الإمام ابن مهيب صاحب الوسائل المتقبلة ما تسمونه في مرت ثاني ابن وهيب، وهو ابن مهيب ابن مهيب، هذا في القرن السادس، فقد قال في مدائحه
وقرئت تلك أو حملها الحافظ الدمياطي أو غيره من الحفاظ، حملها من الأندلس إلى أن قرئت في المسجد الحرام تلك السنة بحضرة العلماء. هذا يقول فيها: فما الغيب إلا نقطة من بيانه. ويقول فيها: يرى ملكوت العرش وهو بطيبة حضور رسول الله من غير غيبة، وأن يغيب العقل قلب القدس بالشرح. ويقول في وسائله المتقبلة التي مدحت الأمة الإسلامية بها شرقا وغربا وما ردها أحد من العلماء، يقول فيها: زكاة وهو نور في سلالة آدم. هذا ليس البصيري فقط. وهذا المختار بن بونة يقول: محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل النور، ولولاه لم تخرج من العدم الدنا، وضرتها واللوح والعرش والجسر. وهذا الجسوري المتوفى في القرن السابع. وقال الإمام الصاوي في شرح ورد الإمام الدرديري أبي البركات الدرديري المصري، والصاوي أيضا المفسر المصري وهو تلميذ الدرديري، والدرديري كل المالكية عالم عيال عليه، وهو شارح مختصر خليل الذي جعل عليه الحاشية الدسوقي، وكل طلاب العلوم من المالكية يرجعون إليه. الدسوقي المصري، حاشية الدسوقي المصري على الدرديري أبي البركات. قال في شرح ورده: قال الإمام الجزولي الذي ألف دلائل الخيرات، ألفه بعد أن تضلع من العلوم النقلية والعقلية، ألفه بعد. ماذا يقول في دلائل الخيرات التي قرأته الأمة الإسلامية على الإطلاق وجعلوه أورادا؟ فما من عالم في الأمة الإسلامية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو صالح أو ولي أو عامي إلا ويجعله ورد يوم الاثنين ويوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، جعلوه أحزابا ثمانية بعدد أبواب الجنة، فيوم الاثنين في حزبان والباقي من الأيام في حزب واحد. هذا الجزولي ماذا يقول فيه؟ يقول: اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهره. هذا بالنسبة لمن هو مثل مشايخي يكتفي بكلام العلماء، وأما بالنسبة لمن هو أصولي فأين نص يرد هذا؟ فأين نص يرد هذا؟ هل أنتم أولاء الإمام السبكي الذي قال: ظهر واتضح أن سبقية نور النبي صلى الله عليه وسلم هي البداية الأولى من هذا العالم، ذكرها وذكر عن العماد بن كثير، وقال أن الأولوية القلم نسبية ليست حقيقية. قال الإمام السبكي: من منكم من يتعرض للإمام السبكي؟ هيهات ما أبعدكم من الإمام السبكي. هذا كلام باطل، لا تشوشوا على عوام المسلمين وتزهدون في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بهذا. وأي عيد الأضحى والفطر إذا كنتم لا تحترمون مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن جاءكم بالفطر ومن جاءكم بالأضحى ومن جاءكم بليلة القدر ومن جاءكم برمضان ومن جاءكم بالخير كله؟ من جاءكم بالخير كله ومن جعله الله تعالى رحمة للعالمين كلها هو يكون رحمة للعالمين، ولا يكون ولا تحترمون مولده ولا تحترمون شهر ولا تجعلوه ذكريات؟ هذا كلام باطل. وكونكم تستدلون بأن الصحابة ما فعلوا، قد رديت هذه الشبهة، فهذه ليست حجة على الإطلاق إجماعا عند الأصوليين. هذا ليس من الترك الذي تزعمونه، هذا ليس من الترك الذي تزعمونه. الترك الذي أنتم التبس عليكم أشار إليه صاحب المراقي في مراقي السعود، والترك فعل في صحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهجي وسردها من بعد البيت يجي. هذا من ترك شيئا تعرض للهلاك وهلك، هذا هو الترك فعل مصال. أما ترك المسألة من أصلها لم تفعل، هذا ليس بحجة ونص عليه العلماء كلهم. فكم ترك الصحابة، كم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسه أبو بكر بعده، وكم ترك أبو بكر وأسسه عمر بعده، وكم ترك عمر وأسسه عثمان بعده، وكم ترك عثمان وأسسه علي بعده. فهذه المدارس الإسلامية أسسها عمر، وهذه التراويح أسسها عمر، وهذا توسيع المسجد الأول أسسه عمر، وهذه التوسيعة الثانية أسسها عثمان، وهذه قواعد النحو أسسها علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ضبط القرآن ونقضه أسسه التابعيون، وهذا علم الأصول أسسه الإمام الشافعي كما قال سيدي عبد الله في مراقي السعود وغيره كان له سرقة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سرقة، مثل الذي للعرب من خليقة. وهذا علم البلاغة أسسه غيره من العلماء، وهذا علم العروض أسسه الخليل، وهذا علم المنطق أسسه المناطق. أنتم ستجعلون الدين كله يعني كأنه أسس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسس في زمن الخلفاء الراشدين؟ هذه كذبة منصوصة، وأنتم لا تقدرون على دفاعها.
لا تقدرون على أدبها. النبي صلى الله عليه وسلم أسس الأمة أسس وجعل لها قواعد، وعلم أن من أمته خلفاء راشدون، وعلم أن من أمته من قال الله تعالى بهم يستنبطونه، يستنبطونه منهم، يستنبطون يستخرجون الأحكام ويردونها إلى أصولها. وقدم فيهم أن من قال فيهم تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، معناها قيسوا على أذنه. وعلم فيهم أن فيهم كما قال لمعاذ بن جبل، قال له أنت ماذا تفعل يا معاذ بن جبل؟ قال احكموا بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجدوا، قال اكتبوا بسنة الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال اجتهدوا في رأيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفقت للصواب. هذا شيء آخر. لكن من هم أهل هذا؟ أهل هؤلاء مضوا، هذا الإمام السيوطي، وهذا الإمام القرافي، وهذا الإمام الحطاب، وهذا الإمام السبكي، وهذا الإمام البوصيري، وهذا الإمام الجزولي، وهذا الإمام القاري، وهذا ابن حجر الهيتمي، تواتروا على هذا وكفون المؤونة. والحديث أيضا بسبقية النون ثابت في حديث عبد الرزاق وحديث ابن أبي شيبة. وارجعوا إلى ما صحاه محمد عوامة المحدث الفاضل الكريم الموجود الآن في أواخر السبعينات أو في الثمانين، وهو الآن يسكن في تركيا حسب علمي. فقد نقح مسند ابن أبي شيبة وصحها روايته. وكذلك عبد الرزاق ولي نسخة الآن كتبها أحد العلويين الأشراف في شرحه لنظم غالب المختار فال البصادي الأنصاري في أمهات المؤمنين، وذكر في أسانيد الحديث أنه صحيح، وذكره ونسبه إلى عبد الرزاق وهو موجود في مسند ابن شيبة. ولكن على كل حال، من هو مثلي؟ من يريد أسانيد الحديث وتضعيفه؟ من هو مثلي ومن هو مثل شيوخي؟ هل عنده الحق؟ قال ابن الصلاح التضعيف والتحسين والتضعيف انتهى وقتهما، ما بقي بعد الإمام النووي والبيهقي ومن بعدهم أحد يصحح، وابن الصلاح والعراقي، هذا انتهت الأمة، انتهى التصحيح والتضعيف وكفينا المؤونة. وقد قلت لكم ماضيا أننا في موريتانيا نقول من وجد شوايا فلا يحرق يديه، لا تحرقوا أيديكم. من وجد مقلاة أو مقالية يتركها تتولى الطبخ عنه، ويتركها تتولى الشي عنه، ويتركها تتولى النطاح عنه، وقد كفي المؤونة. كما قال عمر بن عبد العزيز عندما سئل عن ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى، قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسنطهر منها ألسنتنا. هذه فتاوى وهذه اضطرابات وأهوال خاضها فحول قبلنا، ولا نكلف غيضات لها اقتحموا فيها الأسود الضواري والفيالين، كما قال الشيخ محمد حمد المامي نفعنا الله ببركات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته جميعا. قال تلك الغيضات وتلك الغابات التي خاضها العلماء لا نكلف غيضات لها اقتحموا فيها الأسود الضواري والفيالين، فيها الفيل وفيها الأسود الضواري، لا نكلف خوضات تلك ولا دخول تلك الغابات ستأكلون الأسود. لا حاجة لنا بأن ندخل تلك الغابات حتى تفتدي سنة الأسود. من هو مثلي؟ فليتق الله تعالى وليقول قال خليل، وليقول قال السيوطي، وليقول قال ابن مالك، وليقول قال المقري، وليقول قال صاحب الجوهرة، وليقول قال السنوسي، وليقول قال كذا. وكونكم أيضا تقولون النور، هو النبي الله تعالى ليس بنور، الله نور السماوات والأرض، ولكن ليس جسما تتفرع منه الإسلام، هذا كفر أيضا. هذا سترجعون تخالفون منهج السنة والجماعة. هل الله تعالى ينشق منه شيء أو يتجزأ منه شيء؟ هذا كفر. الله أحد، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما دمتم تعتقدون أن الله تعالى نور وأنه كهذه الأنوار، فقد قال الإمام السنوسي أن هذا كفر، هذا عبادة لصورة أو لجسم. النور جسم شفاف. ارجعوا إلى السنوسي مؤلف العقائد السنية. أنتم لا تعرفون، أنتم تقولون أهل السنة والجماعة، أنتم أهل الفرقة والضلالة، أنتم أهل الفرقة والضلالة. هذا تفريق المسلمين بعدما اجتمعوا 10 قرون تتداول الأمة الإسلامية قول الإمام البوصيري، 7 قرون تتداول قول الجزولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، والفقهاء الأصوليون البيانيون النحويون المنطقيون الصوفيون العقائديون كلهم أجمعوا على ضلالة. هذا شيء باطل. يا إخواني اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد صواب سداد. وأنا أقول لكم إذا قال لي شخص قال فلان اليوم، قل له لا سدد الله خطاك وفض الله فاك وردك على قفاك، من أنت حتى تذكر لا في العير ولا في النفير؟ لا نريد كلامك ولا نريد كلام شيخك ولا كلام شيخ شيخك، لأنني إذا لم أثق بشيخي وشيخ شيخي فكيف أثق بك أنت؟ أنا لا أنقل كلام من مضت عليهم 300 قرن، أنا أنقل كلام من مضت عليهم 500 قرن و700 قرن و500 سنة، عفوا 500 سنة، وهذا بمعنى واحد، و600 سنة و700 سنة كالجزولي، أو 900 سنة أو 1000 سنة، يعني 1000 سنة كالإمام البصيري وكالإمام الجزولي وكالإمام المقري وكالإمام ابن حجر العسقلاني وقد مرت عليه البردة، وكالإمام صاحب جوهرة التوحيد اللقاني وقد مرت عليه البردة. وإذا قال واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب تقول أنت كفرت، هذا أيضا غير صحيح. البصيري قال هذه الإشادات كلها التي تستدلون بها وتمنعون بها المولد النبوي أو تعظيمها الشهري هذه كلها كفريات، إن كنتم تعتقدون أنها كفريات فقد سبقكم لها العلماء، فهذا ابن حجر يقر الكفرة فقد مر عليه سند البردة، وهذا السيوطي وهذا الصاوي كم يستدل بأقوال البصيري في تفسيره، وهذا صاحب جوهرة التوحيد اللقاني في شرحه البردة يقول الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما انتقل عن الدنيا حتى علمه الله تعالى علم الغيب، وهذا الصابي يقول ذلك، وهذا سليمان الجمل في الفتوحات الإلهية يقول ذلك. ماذا تعدون الأمة الإسلامية كفارا؟ ماذا القيل والقال؟ ماذا القيل والقال؟ اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى. وأنا قلت لكم ماضيا إني لست مع جماعة من هذه الطوائف، والله الذي لا إله إلا هو بعدما خرجت من محضرة شيخنا المرابط الحاج ما رأيت أحدا تصبو إليه همتي ولا يميل إليه قلبي ولا ألتمس منه أن أخذ أي نقطة من الخير إلى يومي هذا، لا لم أجد أحدا ألتمس منه خيرا، لا فعلا ولا قولا ولا اقتداء ولا يزيدني، كما قال الإمام ابن عطاء الله السكندري لا تصحب من لا تنهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، كل ما أجد قوم وأجد منه قربة من الله تعالى فإذا هم أبعد الناس من الدين، فإذا هم يردون قول البصيري، فإذا هم يردون قول الجزولي، فإذا هم يردون يعني أقوال العلماء السابقين، فلذلك زهدت بالجميع، لم أرضى منهم أي أحد ولا أقبل منهم أي صحبة ولا أريد منهم أي قرب، فأرجو الله تعالى أن يحفظني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي وصية شيخنا المرابط الحاج رحمه الله تعالى التي نقلها من كلام الإمام الغزالي وبعضها من كلام الحسن البصري رضي الله تعالى عن جميع ونفعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبركاتهم، قال إياك ومخالطة أكثر أهل الزمان، فإن الإمام الغزالي حذر منهم وقال احذر متفقهة زمانك فإنما هم ذئاب في ثياب، وقال احذر مخالطة أهل زمانك ومخالطة أغلب أهل الزمان، فإن الناس اليوم يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك، إنما العالم من يخشى الله تعالى، كما قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى حين قال له قائل الفقهاء لم يقولوا كذا، فقال وهل رأيت فقيها قط؟ إنما العالم من يخشى الله تعالى. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، ومن له سؤال فليسأل. هل في سؤال؟ بارك الله فيكم، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي جمع والد ومال، ولمشايخي ولمن تعلق بي، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من النار رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من النار رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من النار رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من النار رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من النار رشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله.